بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنستكمل المحاضرة السابقة عن الداي سيت، واحنا عرفنا قبل كده ايه هي الداي سيت، ودي تعتبر المحاضرة رقم 7. احنا النهارده هنتكلم عن الداي سيت كومبوننت، لان احنا قلنا الداي سيت عباره عن مجموعه اجزاء. اول حاجه فيها البوست اللي هي الجايد بوست، وفي بعض المراجع بيسموه الجايد بن. النوع الاول اللي هو الكوميرشال جايد بوست، الثاني البريسيشن جايد بوست، الثالث اللي هو الشولدر جايد بوست، اللي بعده السيلف الاينينج جايد بوست، اللي بعده الريموفبل جايد بوست. الكلام اللي هيتقال على الاشكال التاليه بعد السلايد الحالي. النوع الاول اللي هو الكوميرشال جايد بوست، وده بيتم فيه عمل جرايندنج للاجزاء الاسطوانيه، وبتكون قطرها قطر واحد زي الشكل الاولاني في الرسومات التالية، اللي هو مكتوب تحته فيجر 8-11A. اما النوع الثاني فاللي هو البريسيشن جايد بوست، يعني ايه بريسيشن؟ يعني اكثر دقة او اكثر ضبطية. النوع الاول كوميرشال، ده نوع تجاري، يعني الاكيورسي فيه ما بتبقاش عالية. هنا بيبقى في النوع الثاني اللي هو البريسيشن، لو انا بصيت للرسمتين ممكن اعرف ايه الفرق بين الاثنين. بيبقى فيه فرق في القطر. النوع اللي بعده اللي هو السيلف الشولدر جايد بوست. شولدر ممكن على الشولدر دي معناها الكتف بالعربي، اما هنا المقصود بيها هنا بتبقى زي فلانشة بالعربي. دي بتبقى الدقة بتاعتها بتبقى اكتر من النوع الاول والنوع الثاني اللي هو مكتوب تحتها فيجر 8-11C. النوع اللي بعد كده اللي هو السيلف الاينينج بوست، دي بتبقى ذاتية الدقة او التثبيت او الالاينمنت. This bin are made in precision grade، يعني في بتستخدم في حالة ما يكون الدقة المطلوبة تكون دقة أعلى. النوع الأخير اللي هو Removable Guide Boss، دي ممكن يعني هي ممكن تتغير ذاتيا او يمكن استبدالها وصيانتها، اللي هو الشكل فيجر 8-11A. النوع الاول اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو واخد الرمز ايه، انا عايز كده نظرة عامة نشوف ايه الفرق بين
الخمس انواع دول. لو بصيت للنوع الاول هلاقي قطر واحد. طيب النوع الثاني ايه الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني؟ هلاقي ان في هنا ريسيس يعني تجويف او جروف، وده بيمكنني من عملية تثبيت اكتر. النوع الثالث انا قلت عليه الفلانجل او الشولدر. هبص الاقي ليه قطر اتنين، قطر كبير وقطر صغير. القطر الكبير واضح، القطر الكبير فوق، القطر الصغير فوق، القطر اللي تحت. طبعا من الاشكال ممكن بدون ما ارى ممكن اعرف ايه الفرق بينهم. طب النوع ايه؟ هلاقي الاحظ فيه ايه؟ قطر واحد بس فيه هنا الريسيس اللي هو باين عندي، وده ممكن عن طريق التثبيت من الجنب. النوع الاخير وهنا هو واخد سكشن في بص من الانواع، ولقيت الجزء اللي تحت داخل اللي هو القطر الصغير داخل في القطر الكبير داخل فيه فيتد. طيب انا اتكلمت عن الجزء الاول هو البوتس وانواعها واشكالها. الجزء الثاني اللي هو الجايد بوشنج اللي هو واضح في الرسمة اللي احنا قدامنا، بره عبارة عن ثلاث انواع. البريسيشن بوشنج، كوميرشال بوشنج، البوشنج شولدر جايد. اللي عندي في نوع تاني ممكن اقول عليه البوز الترجمة بتاعتها للسرة، يبقى دي عبارة عن الجزء اللي فوق في المسقط اللي فوق لو قلنا عليه هو الرأسي، يبقى هيبقى في الشفتين، وفي هنا سنتر التو سنتر واضحين، معناها ان الجزء ده اللي هو الفلانجة دي بستخدم فيها اربع مسامير على الابر شوي. اللي بعد كده بنتكلم عن الشنك. الشنك الترجمة بتاعته بالعربي معناها الساق. يعني ايه الساق؟ يعني الجزء اللي انا بثبت فيه البنش اللي انا قلت عليه، البلين شنك، شولدر شنك، الليكابول شنك. لو بصيت للجزء النوع ايه هشوف ايه الفرق. هو لو بصيت الجزء اللي تحت هلاقيه واحد، امال ايه الفرق بين الاتنين؟ هلاقي ان في سطح التلامس اللي هو مايل اللي انت شايفه ده، وهي في الناحية الشمال اللي هو الشكل ايه عدل. يبقى كل ما كانت طول او مساحة التلامس كبيرة يبقى الفيكسيشن هتبقى اعلى، وده مطلوب. النوع الثالث لو انا بصيت هلاقي ايضا في حاجة زي نوتش من على الجنبين، دي ممكن اثبتها، عيبالة فيها جروف في الجزء اللي تحت، الاتنين هيدخلوا ببعض، يبقى ده ايضا هيبقى الفرق. ممكن انا لو انا حطيت ثلاثة جنب بعض كده اعرف الفرق بين الثلاثة. بعد كده بنتكلم على types of die block construction. نوع اول نوع هنتكلم عنه اللي هو solid die section. لو انا بصيت للرسمة اللي قدامها ديت على هي عبارة عن ايه؟ انا عندي داي شوي عايز احط عليه جزء
مش معقول احط الاسطمبة فري يعني حرة، لازم اشوف لها طريقة اثبتها على الضاي شوي. فواضح من الرسم رقم واحد بيقول الضاي شوي اللي هو الجزء اللي تحت، اتنين كتب الضاي رينج، تلاتة قال الضاي رينج الدويل، أربعة اللي هو الألم بولت. طبعا أنا هثبت أنا عندي الفتحة بتاعت الضاي وعندي فيه جزئين، عايز أثبت الجزء رقم اللي هو الضاي شوي مع الجزء اللي فوق اللي هو عبارة عن الجزء اللي تحت اللي هو الضاي شوي الجزء اللي فوق، عايز أثبت الجزئين دول ببعض. فأنا بعمل بثبت الاثنين الناحية اليمين بدويل اللي هو عبارة عن زي دليل، بيبقى التقبين التقب اللي فوق والتقب اللي تحت سنتر بتاعهم على استقامة واحدة، فده بيثبت الاثنين مع بعض. بعد كده اللي هو الالن بولت اللي احنا بنقول عليه بالبلد اللي هو الالنكين، بيبقى في الضاي شوي او اللور ضاي شوي بيبقى فيه تجويف، التجويف ده هو بدخل المسمار بتاعي واربطه، يعني لاحظ ان في هنا الغوز واربط ب المفتاح العادي مفتاح خاص للصامول اللي هي الانكيه عشان يبقى السطح اللي تحت بتاع الجزء اللي تحته كله يبقى جزء مستوي. هنا بقول الويكد داي بلوك، ويكد يعني ايه؟ جاء من ان انا بقرن جزئين مع بعض يعني بخلهم قطعة واحدة، فواحد قال عليه اللي هو رقم واحد اللي هو الضاي شوي يعني الجزء اللي تحت، اتنين اللي هو الضاي ايه بقى؟ اللي هو بياخد ابعاد المنتج بتاعي او شكل المنتج بتاعي، اذا كان عبارة عن دائرة عبارة اي شكل بياخد البروفيل بتاع المنتج، شكل البروفيل بتاع المنتج بتاعي. ويكد رينج يعني عبارة عن حلقة بتثبت الجزء اللي فوق بالجزء اللي تحت، بيبقى فيه ان ايضا بيبقى هنا فيه الم بول ودويل بين على اليمين ايضا اللي هو الجزء اللي هو اليمين اللي هو انا قلت عبارة عن دليل بيعمل الاينمنت الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت بحيث السنتر بتاع الضاي بلوك مع البنش يبقى على خط واحد، وايضا ثبتنا كمان ب دويل او الانكي بولت اللي هو رقم خمسة. دي طرق مختلفة لطريقة تثبيت الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، ودي اشكال هتستعرضها وتشوف فرق بينها.
ده اللي هو السبليت داي سيكشن. زي ما انت شايف انا عندي مجموعه رسومات، دي بتوضح ايه؟ الرسم على الشمال ده عباره اللي على الشمال عباره عن اسطمبه والفتح فيها بالشكل اللي احنا شايفينه اللي هو المظلل ده. طيب فانا بعمل هنا الاسطمبه عباره عن نصين اتنين، اللي هو في خط اللي هو نصين، نص فوق ونص تحت. طب ليه انا بعمل الاسطمبه نصين؟ اما يكون عندي الجزء المنتج جزء كبير وبيبقى عايز الجزء الكبير ده هو عشان لازم يكون سطح الاسطمبة من الداخل يكون السيرفس رافنس بتاعته عالية جدا، وبالتالي مش هقدر اعمل له جرايني، فانا بعمل له نصين اتنين فبيسهل لي عملية الفينيشنج. ايضا اما اجي ابص الرسمة ثانية هلاقي برضو لو الجزء الاسطمبة فيه اجزاء مثلا متعرجة او فيه كورنر مش هقدر في عملية تشطيب اوصل للكورنرز دي، فانا ايضا بعمله نصين عشان اوصل بالطول بتاعتي اللي انا هعمل لها اللي هتعمل تنعيم للسطح او تلميع للسطح بسهولة. طبعا نفس الكلام بالنسبة للجزء اللي هو الأخير. بعد كده هو احنا اخدنا قبل كده شكل الداي اوبننج، بس انا قلت لك للتبسيط اديتك كلمتين بالعربي والرسمة اللي قدامي عشان تعرف ايه هو الاند وايه زاوية الانجلر كليرانس. فهنا بقول لي ان في حالة هنا اللي هناك تصميمات عادية لفترة الصنبة وهي تتوقف على شكل كل من اللان والداي بلوك. اللاند قيمته بتساوي كام؟ اللي هو وضع على الرسم بتساوي 3 مللي في حالة الأجزاء أما يكون عندي الشد السمك بتاعه أكبر من 3 مللي، وتساوي 2 مللي في حالة الأجزاء التي بيكون المقصود هنا بالأجزاء اللي هي الشيد يعني سمكه أقل من 3 مللي. بعد كده هتكلم على البانشز. طبعا انا في الاول قلت مدات التشكيل المقصود به هنا اللي هي الاسطمبة والبانش. البانش اللي انا قلت لك عليه بالعربي وهي كلمة مش دارجة او في الانجليزي اللي هو السمبوك، مش المقصود هنا السمبوك، لا ده المقصود هنا البانش اللي بياخد شكل المنتج، وبتبقى شكل المنتج يعني ايه؟ يعني عندي الضاي الفتحة اللي فيه هي شكل المنتج، ولازم يكون البانش ايضا واخد نفس الشكل. الجزء اللي فوق ممكن يبقى او مش ممكن بنقول عليه البانش، والجزء اللي تحت بنقول عليه الضاي. طيب الجزء العلوي اللي بيكمل الضاي ويستخدم في عملية التخريم والسحب والسك.
ممكن أقسم البانشز إلى ثلاث أنواع. كاتنج بانش اللي هي إيه؟ زي عملية البلانكينج والبيرسينج أوبريشن. ده مثال للكاتنج. وحد يقول إن الكاتنج دي عملية تشغيل، أنا قلت هنا تشكيل. نون كاتنج بانش، عندي بانش بيستخدم في عملية البندنج والدروينج. وبعدين الهايبر بانش، هايبر يعني خليط من الكاتنج والنون كاتنج، بقول عليه كومبايند ان ذا سيم بانش، يعني فيه قطع وفيه او فيه كاتنج ونون كاتنج. انواع البانشز، عندي انواع البانش هي يمكن تقسيمها الى عدة انواع. البلين بانش اللي هو النوع العادي زي ما انت شايف، النوع العادي هو في اليمين في سنتر بس عشان واخد سيكشن، فهو شال السنتر، كان مفروض يبقى على الجنبين فيه مكان ل لمسمارين. البانش العرض بتاعه دبليو والارتفاع او السمك طوله عباره عن اتش، وهو شكل المستطيل. وفي هذه الحاله لازم يكون في علاقه بين الدبليو والاتش. وهنا قال لي طريقه التثبيت، قال the length and the width of the bunch should be greater than the height. بقول للطول والعرض بتاع البنش لازم يكون اكبر من الارتفاع. ليه؟ لان لو انا زودت في طول البنش هيبقى هو عرضه ان هيحصل فيه كسر نتيجة ان هيتولد قوة جانبية هتؤدي إلى إن البنش هيكون عمره أقل. النوع الثاني اللي هو البيدستل بنش، يعني نوع له قاعدة اللي هو عندي اللي هو دبليو، عرض دبليو طوله او العرض دبليو وارتفاعه اتش وطوله عبارة عن ال، وده بيكون في بيثبت ايضا باربع مسامير، وايضا ده بيستخدم في حالة اما يكون الجزء اللي عندي جزء او الجزء المشكل جزء كبير. النوع الاخير اللي هو البوز بانش، بوز يعني جاء ترجمة بالعربي يعني السرة. لو انت بصيت عندي فيه تجويف اللي هو قطره دي والنهاية بتاعته عبارة عن مثلث يعني جزء مدبر، فبقى يجي اثبت البنش هيدخل في التجويف اللي هو قطره دي، هيدخل في السنتر او هيبقى ايضا البنش النهائي بتاعته او المؤخرة بتاعته هتكون على شكل الصورة دي.
وهثبت ايضا الجزء اللي فوق بالجزء اللي تحت بمسمار ضبطية عشان اضمن الالاين, وعلى الشمال ايضا الشمال ايضا بمسمار الانكيه عشان اضمن اللاين من بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي ده اللي هو النوع الرابع اللي هو الفلانجد. فلانجد يعني فلانشيا. المقصود هنا بالفلانش ايه؟ لان عندي فيه جزء مكتوب حتى عليه هو فلانج وكاتب نوتش وكاتب ايه, يبقى هو ليه سره والنوتش. نوتش يعني ايه؟ زي خدش او تجويف, يعني ممكن, والبنش اهو يعني ممكن ازنق الجزء اللي فوق عن طريق بنز من الجنب عشان ما يلفش. طيب يبقى انا اتكلمت دلوقتي على انواع البنشز. طب كيفية تثبيت او تعليق البنش اللي هي الماونتنج اوف بنشز؟ طبعا لازم في هذه الحالة بيبقى مطلوب عندي ان انا لازم اثبت البنش بحيث يكون في الاستقامة بينه او السنتر بتاع البنش مع السنتر بتاع الضاي لازم يكونوا منطبقين على بعض تماما. انواعهم ايه؟ اللي هي البيننج بانش. النوع الاول اللي هو البيننج بانش اللي هو الجزء المتشر ده, مش هو المقصود البانش اللي هو الجزء اللي تحت داخل مع الجزء اللي فوق فيتد. طيب الارلدايد, البانش ان ارلدايد, بثبت البانش مع الابر شوي بارلدايت. ايه هو الارلدايت؟ هو عبارة عن نوع من انواع اللحام بياخد نفس القوة او نفس المتان. نوع ثالث اللي هو السيلف ماونتنج, بيبقى بيثبت البنش مع الابر شوي عن طريق مسمار زي ما احنا شايفين. وهنا في النوع اللي بعد استخدم سكرو بنش, يبقى بتبقى البنش المؤخرة بتاعته بتكون ملوظة فبيدخل مع الجزء اللي فوق. هنا بقول سايد ماونتنج بانش, يعني البانش زي طريقة تثبيت التروس, بثبت التروس على او الترس على العمود زي بخبور. هنا نفس الحكاية, الجزء اللي هو بيمثل الجزء اللي هو الساده الابيض ده اللي هو بزنق هنا بايه؟ بمسمار. ده المسمار ده فايدته ايه؟ هيمنع دوران البنش. الجزء الثاني بقول ريموفابل بنش, يعني النوع ده ممكن احطه فيه ايضا عن طريق دق خفيف البنش في الابر شو.
طيب انا عندي هنا بقول لي الكونسيدريشن فور لونج بانش لايف، يعني ايه؟ يعني ازاي اطول عمر البنش، لان ده مهم. فاول حاجه بقول سبورت ذا بانش بروبرلي، يعني ثبته تثبيت صحيح. طيب نمره اتنين، keep it smooth and in the direction of cutting action، يعني لازم يكون في اتجاه الايه؟ القطع. بعد كده رقم ثلاثة بيقول لي ما يبقاش فيه شارب كورنر. نمرة أربعة بقول لي keep the bunch sharp، هو ممكن البنش زي البنطة، البنطة دي ساعات باللغة العامية يقول لك البنطة تلمت، يعني حروف القطع بتاعتها تأكلت. فأنا البنش أيضا لازم يبقى مسنون. نمرة خمسة بقول بروفايد ستريبنج بريشر. كلمة ستريبنج هنتكلم، هناخد ايه هو الستريبنج في محاضرة لوحده، اللي انا بقول عليها الستريبر، هنتكلم عنها فيما بعد. ايضا بيقول لك هنا تجنب وجود خدوش على سطح البنش، يعني خلي سطح البنش السيرف رفنس بتاعته عالية. طيب أيضا استخدم تزييت بروفايد لوبريكان. أيضا لازم تظبط الخلوص، لأن أنا قلت قبل كده لو الخلوص مش كوريكت، يعني مش مظبوط، بيؤدي إلى مشاكل. بعد كده بقول البانش هايت شود بي سيلكتد، يعني إيه؟ وأنا بختار طول البانش، طبعا بختار طول البنش بس براعي فيه ان طوله يكون متناسب مع مساحة المقطع. لكن لو كان طول البنش او مساحة المقطع صغيرة بالنسبة لطول البنش، ايضا هيبقى عرضة ان هو هيتكسر. طبعا نمرة عشرة ده شيء طبيعي، لازم أكون مختار نوع الماتيريال اللي أنا بصنع منها البنش، وأهم حاجة في الماتيريال كمان كيفية عمل الهيت تريتمنت، المعالجات الحرارية اللي هي بتدي الخواص الميكانيكية للبنش، الخواص المرغوبة في البنش. بعد كده هنستعرض سريعا how to design piercing bunch. انا في طبعا مش هيبقى مطلوب منك ان انت هترسم لي الرسمة ديت، بس هدي لك فكرة سريعة عنها ازاي البنش بيثبت في الهولدر بتاعه. النوع الاول
نوع شائع. اللي على اليمين ده اللي هو البنش، في جزء هلاقيه عدل اللي انا بقول عليه البند، والجزء اللي تحت اللي هو الايه اللي هو قطر البنش، وعندي فيه القطر ايه بقى ليه طول معين، وبعدين كبرت القطر، وبعدين فيه جزء اللي فوق اكبر شويه. طب انا كان ممكن اخد الجزء ده كله ايه قطر واحد، فلو كان قطر واحد يبقى اذن هيكون البنش عرضة للكسر بسرعة، لأن الجزء العامل هنا هو طول المسافة من نهاية البنش إلى النقطة B. هتلاقي القطر اللي هو اللي فوق اللي هو عبارة الأكبر شوية اللي هو بي، هتلاقيه ما هوش نزل من القطر اللي فوق للقطر اللي تحت مرة واحدة، يعني ما قالش اللي فوق 10 واللي تحت مثلا 6، ده عمل كالفيتشر بين 10 والستة. ليه؟ عشان توزيع الإجهادات، ما يحصلش فيه تركيز إجهادات فيتكسر الايه البنش. هنا بيقول لي الجايدنج ان ذا ستريبر. الجايدنج دي طبعا فيما بعد هتكلم على الايه الستريبر، فبيبقى في جايد للستريبر، ده بيبقى عباره زي جلبه، اما احط جلبه فدي بطريقة غير مباشرة هتأثر لي في الطول الفعال للبنش. نوع اللي بعد كده الباكنج بليت، هبص الاقي في الجزء اللي متهشر من اللي فوق اللي هو عرضه كبير، هلاقي فيه جزء التهشير بتاعه اقل شويه، فالبنش نتيجه انه هيتحرك لفوق او لتحت اذا ممكن يحصل فيه تاكل، فانا بحط في الحته اللي فوق دي احط بليد عشان تمنع التاكل بين الابر شوي والابر شوي والسط او المؤخره بتاعت الايه البنش، يبقى بدل ما هغير الابر بليت يبقى انا حطيت بليت صغير ممكن اغيره. هنا بقول ست سكرو باك اب ذا بنش، هنا واضح هو على اليمين قال لي استرود، ده عباره عن جلب والبنش الشكل اللي تحت، فخلى ان فيه جزء زي سوسته زي سوسته اللي هي في المؤخرة اللي في الجروف اللي ورا عشان تعمل عملية دامبنج، بدل الحمل ما يبقى صدلي يبقى الحمل ايه جراديولي يعني تدريج. هنا بقول سيت سكرو هولدز ذا بانش،
عمل ايه هنا؟ البنش ده ممكن يلف، فجي حط حاجه زي بنز من ناحية اليمين اللي هو عليه خط مستقيم رسمه اللي هي عباره عن جزء شكل اسطواني، حطه اللي هو عباره عن البنز ربط من الجنب. في الحاله ديت اما يبقى البنز هيبقى له تخويش، هل ممكن البنش يلف طبعا او يدور؟ طبعا لا. فاستخدم، عشان كده سماه سكرو هولد، هولد يعني بيمسك البنش. الا دي مش هتختلف عنها كتير، الرسمة اللي هي البريدجينج ذا جاب. ده هنا بقى اللارج بانش. في اللارج بانش هنا عمل ايه؟ طبعا اما يبقى عندي لارج بانش بتبقى معناه ان انا هستخدم طنج عاليه، فانا هجيب جزء فوق اللي هو اللي متهشر الجزء العلوي، ف هيمسك لي البنش من فوق، هيتبقى لي البنش الجزء الفعال او العامل فيه هيقصر. يبقى كأن انا البنش لو تخيلت انا مسكت من فوق وخليت الجزء العامل بس هو اللي باين، اذا في هذه الحالة هتبقى هيثبت لي البنش اكتر. ستيبنج سمول بنش، ستيبنج ان هو عمل بقى ايه، يعني فيه قطر كبير وقطر صغير، والقطر الكبير مع القطر الصغير عمل بينهم كارفيتشر عشان توزيع الاجهادات. النوع ده اللي هو السوفت بلاج، انا طبعا مش مطلوب منك هتعرف كل الانواع، انا بستعرضها وانت بتركز على ثلاث انواع ايا كان شكله. هنا بقول السبليت ليفل بيرسينج، برضو ده نوع. النوع ده عبارة عن ايه بقى؟ هنا بقول سبليت اللي هي جاية من عندك، فيه هنا بنشين اتنين، عندي وشيت ما هوش ستريت مش فلات، عبارة الجزء اللي تحت وبعدين معمول له بيندنج وبعدين تاني فلات، يبقى اذا كأن البنشين دول مش في مستوى واحد. كمل. هنا بقول الميتنج فلات، لو انا بصيت على اليمين هلاقي البنش شكله عبارة عن مثلث، من تحت شكله مثلث. طب هل المثلث ده لو انا عامل له تجويف شكله بالظبط، هل ممكن ادور ممكن البنش يلف؟ طبعا لا. ال
النوع ده اللي هو السوفت بلاج. انا طبعا مش مطلوب منك هتعرف كل انواع، انا بستعرضها وانت بتركز. نفس الكلام هيبقى بس فروق بسيطة جدا، عليك ان انت بقى تحاول تحط الاتنين مع بعض، شوف ايه الفرق بين الديزاين بتاع البلانكينج والديزاين بتاع البيرسينج بانش. هو بيقول لي طبعا لازم يكون في هنا اعتبارات في تصميم البانش. بيقول ايه الديزاين كونسيدريشن انكلود بتاع بتشتمل على استابيليتي تو بريفنت ديفليكشن، يبقى الاستابيليتي دي اهم حاجه. طب لو حصل ديفليكشن يبقى البنش هيتكسر، يبقى عمره هيقل. نمرة اتنين بيقول ادوكيت سكرو تو اوفركم ستريبنج لود. حد فكره سريعه عن الستريبنج لود؟ اما اجي احسب التنج المطلوبه لعمليه البيرسنج او البلانكينج بلاقي محتاج كمان عليها زياده 20% ستريبنج لود، فدي ايضا لازم تكون محسوبة. نمرة ثلاثة بقول جود دويلينج بيرسينج فور اكيوريت لوكيشن، يعني بتستخدم الدويل دهوت ايه فائدته؟ ان هو بيظبط اللوكيشن او الدقة بتاعت اللي هي بيسموها الاكيوريت لوكيشن. بعد كده أربعة سيكشننج اف ريكوايرد فور بريفير هيت. إذا الأمر احتاج وكان عندي اسطمبة يعني ضاي كبيرة، ممكن اعمل الاسطمبه دي عباره عن نصين اتنين. ليه؟ عشان اتمكن من تشطيب سطح الاسطمبه.